المشاريع الصغيرة رأس مالها يبدي من 1000 دينار إلى يوصل 500 ألف دينار، هذا يعتبر مشروع صغير. والمشروع المتوسط من فوق 500 وطالع إلى يعني خلينا نقول 1.5 مليون إلى 5 ملايين على حسب الدولة اللي معرف فيه المشروع. المشروع أبو ألف يعني أغلب شريحة الطبقة الكادحة، يعني ما حد عند 500 ألف يملك أو كذا، وهذا يعني الطبقة الكادحة قاعد تتكلم عنها، الكل يطمح تكون عنده مشاريع. نعم. الألف دينار بمحلها بعمالها بضاعتها 1000 دينار. إيه بس أنت 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 نسيت نقطة مهمة. إيه؟ ويعني سؤالك جدا حلو، أنا تبي صراحة يعني السؤال هذا وايد تيني الأسئلة هذه، إن في مشاريع تطلع دخلها أول 3 أشهر